هذا الميدان. بسم الله على البركة، بسم الله على البركة. ينطلق الشوط الأول، شوط الجعتان، شوط الجعتان. يضيف بقول قبل التيم فزه، عاد ناوي يعيد فوزه، غالي وعنده له عز ولا تعادل. الجعدان روزه، عطنا دربي راعي النيسان. اعود الى المركز الاول، اعود الى المركز الاول. ما شاء الله شمردل لعلي بن محمد بن سلطان العويسي، بينما اللي في المركز الثاني هناك من الجانب الثاني اللي هو الدرع لمحمد بن سيب بن مسعود. النقله على المركز الثالث، المركز الثالث ما شاء الله حرب. سيب بن علي بن محمد الحجري نقلتنا على المركز الرابع هناك اللي هو عز لناصر بن راشد بن سعيد الهاشمي. نقلتنا على المركز الخامس، اللي في المركز الخامس ما شاء الله جاهين لعلي بن جابر بن حمد بن مصلح الاحبابي. هكذا ايها الاخوه كانت النتيجه في ردائنا الاول للمراكز، ولكن هناك خلف الخمسه سامي لم يحن موعد دخولها في كوكبه النداء. اعود الى المركز الاول. الله يا حرب، في عز الحرب، حرب في شوطنا الاول الرئيسي. ما تبقى الا 600 متر الاخيره اللي توصلنا عن خط النهايه. سيب بن علي بن محمد الحجري نقلتنا على المركز الثاني. هناك اللي هو عز لناصر بن راشد بن سعيد الهاشمي نقلتنا على المركز الثالث. ما شاء الله شاهين الدكتور سعيد بن سالم الشيخ المركز الرابع. من ياتي هناك اللي هو شمردل لعلي بن محمد بن سلطان العويسي. نقلتنا على المركز الخامس اللي هو شاهين لعلي بن جابر بن حمد بن مصلح الاحبابي. خلوني مع الحرب، خلوني مع الحرب. الله 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 يا الحجري، سق الله دارك يا الحجري بدون اي اوامر. العصا قوس في البطان، حتى هذه اللحظه لن تصدر عليها اي اوامر. وحرب ايها الاخوه نجح بالحرب، تهانينا والناموس. سيب بن علي بن محمد الحجري بمناسبه فوز حرب المركز الاول هنا على ارضيتي هذا الميدان. المركز الثاني اللي في المركز الثاني هناك لناصر بن راشد بن سعيد. المركز الثالث اللي في المركز الثالث ايها الاخوه على واضن شاهين للدكتور سعيد بن سالم الشيخ. هكذا كانت النتيجه للمراكز، ذعناها عليكم بالوفود تمام. ما شاء الله حرب هو الاجدر حتى خط النهايه. دقيقتين 6 ثواني 11 جزء من ثانيه، تهانينا والناموس في مالك حرب حقيقه على هذا الاداء الجميل. سيف بن علي بن محمد الحجري بمناسبه فوزه بالمركز الاول.